انك يعني انت تدوري ورا بتبقي حاجتي. هتبقي قاعده بعد ما اعترف لك اول مره ان هو خانك وانا اسف، واصل زي ما عمرو قال كده، اصل انت كان فيكي مش عيوب، هينفع اصل انت اتكلم في المطلق، اهملتيني. مش هينفع اتكلم في المطلق. انا على شخصيا حسب تركيبة لو كل حد شخص. لو اللي قدامي قال لي انا عملت كذا 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 وانا غلطت وي وي وي، اكيد هسامح، ورحت حبيت لان انا واحدة بني ادم، انا واتعرفت كمان عليها، ممكن اغلط، هو بني ادم ممكن يغلط. متأكدة انه هيسامحك لو انت رحت قلتي له نفس الكلام؟ مشكلته بقى دي، مشكلته يسامح ما يسامحش دي مشكلته. انا بتكلم عن نفسي، وفي راجل بيسامح، طب هو كمان في حاجة شفت تانية، هي رجاله حجم الغلطة بتسامح. بعد إذنكم، هو حجم الغلطة قد إيه؟ يعني هو راح ما يتجوز حجم يخلف. الغلطة نسبي. لا هو أنت مستنيه يتجوز ويخلف؟ ما أنا بقول لك يعني إحنا بنقول بيتجوز، فتكتشف فتكتشف بيصاحب بالظبط. هل بيحب؟ موضوع تشاتنج مثلا، هو كل ده قبل الجواز يعني وصاحب؟ لا لا بعد الجواز. لو قبل الجواز تسيب من أول مرة، اتجوز لو بعد تاني؟ الجواز تديله فرصة. اتجوز واحدة تانية؟ أو صاحب واحدة تانية. ما حجم بقى الغلطة هنا فين؟ وبعدين هو إيه الراجل مثالي كويس؟ حجم الغلطة فهو المفروض إن هو لو هي غلطة واحدة بس، لو حجمها كبير حتى لو هو مثالي وشيخ المثاليه، لا لا تغتفر طبعا. يعني على حجم الغلطه طبعا، ايه الغلطه بالنسبه لك لو حد الصغيره مثالي وايه الغلطه الوسطانيه؟ راح اتجوز دي كبيره. طبعا. طب ايه الصغيره؟ الصغيره اللي هو تشاتنج بتاع، بيتكلم مع حد، قاعد مع حد، قابل حد كده. كم مره فكم مره قاعد مع حد عشان اعتبرها صغيره؟ 6 و2 و4 يعني. ايوه خليكي فليكسبل كده يعني. تفرق معاكي ان انت اللي اكتشفتي عشان تسامحي، انت اللي اكتشفتي ولا هو اللي اعترف لك؟ لو انا متجوزه واكتشفت هواجه يعني، بصراحه هواجه جدا وهشوف لو انا غلطانه. اوكي هدفع ثمن غلطتي بكل لا هي اللي بتقول لك اللي احسن لك انك تكتشفي ولا ان هو يجي يقول لك؟ الاكثرهم احتراما هو يجي يقول. الاكتشاف بيكون، ايوه بس اكتشفتي وهو اقر واعترف. عاده الستات اللي بتكتشف، الرجاله ما بيبقاش عندها الشجاعه ان هي، عشان الستات طول الوقت بتدور فبتجيب لنفسها لا وجع القلب. لا علشان الدنيا صغيره فالاحداث بتبقى ملمه بيها، وعلشان عاده لما الراجل بيكون بيعرف واحده، الواحده دي هي اللي بتوصل المعلومه. ايوه تفرق معاكي، هي الغلطه واحده تفرق معاكي ان هو اللي اعترف ولا انت اللي اكتشفتي؟ تفرق معايا لو هو اعترف، لو من هنا للصبح ولا تفرق. اجي على قريب او حد بعيد. ايوه سمير، يعني هو راح اعترف وهي ما تعرفش، اوكي راح اعترف ليه؟ عبيد. عشان هو مثالي يعني. عشان مثالي. ايوه عشان لا اعترف عشان مثالي. يا جماعه لا لا في رجاله كتير بتاع الراجل اصلا مش بيفكر بالطريقه دي خالص، معلش كده ما بيعرفوش. في واحد جاب بيفكر بالطريقه دي على فكره. لا لا خالص ده استاذ عمرو، خلاص انا استاذ عمرو خلاص ثواني. مشي بمعنى بس انه الراجل مش قصه انه هيعترف عشان يغسل ذنوبه مثلا، ايه لا ده هو هيبقى عارف. لا الراجل بيفكر انه حتى ممكن يقر انه اخطا، وانه الست دي ما تستاهلش منه كده، وانه تصرفه كان فيه اندفاع يعني انت على يقين إن هو تام بانه مخطئ. اوكي هيعمل ايه بقى يعترفش. لو هو متاكد انها مش عارفه مش هيعترف ولا حاجه خالص. الراجل ما فكرش كده. انا معاك. عارفه ليه؟ عشان عارف ان ده هيعمل مشاكل بعد كده. هو يقول لك فهو هيلوم نفسه ويعاتب نفسه ويأنب نفسه داخلية. ويعاقب نفسه داخليا باي طريقه يعني، ومش هيقول وهيبتدي يبقى كويس. يعني انت عايز تقول ان لو الراجل اعترف ده الاعتراف الكافر ما تعملهاش؟ لا هو مش هيعترف. الراجل مش هيعترف بس مش هيعترف. الراجل هيعترف في حاله واحده. يا مفيد عايز اسال عمرو، هيعترف في حاله واحده بس لو شك انها اكتشفت.